يدي، شو هذا اللي في يدك؟ حبيبي هذا فنر، يوم كنت في عمرك كان دايما معاي. يدي هذا حق شو؟ ما في منه واحد جديد؟ الكهرباء ما كانت في كل مكان، كنا نستخدم الفنر نحط عداد الكتاب ونقرأ وندرس. ما كنتوا تلعبون بالآيباد؟ انتوا تعودتوا على الآيباد والكمبيوتر، لكن في زمننا يوم وصلتنا الكهرباء كنا مستأنسين على المكيف والليتات، والفنر صار زينة وتراث حقكم. الكهرباء لازم تحافظون عليها لكم ولعيالكم. أبوي حمود تعالوا الإفطار جاهز. الطاقة نعمة ولازم نحافظ عليها.